خلطت شدونا الوهر داونا تلمسان خلطت باش يدونا الوهر داونا تلمسان هذه خلطت هي ها خلطت شدونا الوهر داونا تلمسان خلطت باش يدونا الوهر داونا تلمسان هذه خلطت هي ها ونعم متابعينا الكرام لا تستغربوا هذه المسائل عادية جدا في حاضرة الجزائر تقدر تكون مسافر لشي بلاصة ولا لشي مدينة وتطلع في الطيارة وتنعس وتفيق وتلقى راسك في مدينة أخرى لا علاقة لها بالوجهة ديالك ولا علاقة لها بالتذكرة اللي قطعتي انت هذا الشيء كيوقع في الخطوط الجوية الجزائرية وفي حاضرة الجزائر بشكل عادي تماما كما حدث في خلال هذا المشهد أو هذا الفيديو اللي شفته طيار كان غادي يمشي لوهران وصدق نازل في تلمسان ونظر المسافرين طبيعة الحال كيحتاجوا ما فاهمين والو لأن الطيار كان شارب ولا ما كانش نعس بالليل ولا ما عرفتش شنو هذا الشيء ولكن في حاضرة الجزائر هذه المسائل عادية أنها توقع العشوائية في كل شيء العشوائية في التدبير العشوائية في الاقتصاد العشوائية في الخطط الجوية العشوائية في الرياضة العشوائية في السياسة في كل شيء كتلقاو العشوائية في حاضرة الجزائر وما هاد المشاهد متابعينا الكرام إلا خير دليل على أن الجزائر هي بالفعل حاضرة وهي بالفعل زريبة بكل ما تحمل الكلمة من معنى لكن أنا سلاس معايا هاد المسألة وهاد المشهد ديال أنه طيار مش نزل بيهم في مدينة أخرى لا علاقة لها بالمدينة اللي كانوا غادي يمشيوا ليها كانوا غاديين لوهران صدقوا نازلين في تلمسان يعني كارثة بكل ما تحمل الكلمة من معنى وهذه هي الخطط الجوية اللي قال عليها عالم جديد حشاكم أنها سوف تنافس الخطط الجوية المغربية وأنها سوف تغزو إفريقيا وما عرف شنو تلك الشعارات الفارغة اللي كنسمعها في كل مرة متابعينا الكرام أراكم في فيديو قادم